بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله في كورس سيوج نتورك ديتيلز، والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن المطابق. المرة اللي فاتت تكلمنا عن غرف التفتيش، وقدرنا إن احنا نفهم غرف التفتيش والتفاصيل بتاعتها وتتنفذ إزاي وكل حاجة عنها بالصور والديتيلز. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المطابق كبرضو نظري تبعا للكود المصري، وكمان هنتكلم عن التفاصيل بتاعت المطابق والنماذج بتاعتها طبقا للكود المصري، وهنجيبها كمان على الكاد زي ما عملنا في غرف التفتيش ان شاء الله. اول حاجة تعالى نعرف ايه هو المطبق وليه بيتعمل المطبق وبيتعمل فين بالظبط. لو فهمت الغرض من المطبق خلاص انت فهمت المطبق وشكله، بعد كده لما تشوفه انت كده كده بتتعرض ليه في حياتك اليومية. طول ما انت ماشي بالعربية بتاعتك او ماشي في الشارع بتشوف المطابق وبتشوف غطاء المطبق وتبقى عارف ان ده مطبق، بس بتسميه احنا في اللغة الدارجة اللي هو ايه، يعني بدل ما نقول عليه المطبخ بنقول عليه البلاعة، او بنقول عليه بلاش البلاعة، شو البلاعة مثلا بتتقال اكتر في البيوت، بنقول عليه مثلا المجاري. بقى ده دي غرفة المجاري، دي غرفة المجاري بتاعتنا في الشارع، بس هو اسمه العلمي اسمه منهول بالانجلش، والعربي بيتقال عليه المطبخ الترجمة بتاعت المنهول. ايه هو بقى المنهول او ايه هو المطبخ ده؟ هو غرفة خرسانية مربعة أو مستطيلة أو مستديرة المقطع، وفي الغالب اللي احنا بنشوفها بتبقى مستديرة المقطع. طبعا هو على حسب القطر بتاع المواسير وهنعرف دلوقتي، ولكن الأكتر أو الأكثر ده يعني الدارج أكتر واللي احنا بنشوفه عشان خطر دي الأكتر اللي بتبقى موجودة بأكثرية شوية هي المستديرة. الشغل اللي هو المطبق يبقى مستدير المقطع، له فتحة وغطاء. طبعا اي مطبق بيبقى له فتحه والغطاء بتاع المطبق عشان خاطر بعد كده العامل اللي هينزل يعمل صيانه، او العامل بيبقى واقف فوق حتى هيعمل الصيانه من فوق من مكانه، بيتم الصيانه عن طريق المطبق ده. يبقى الغرض من المطبق هو اعمال الصيانه. ما ينفعش انك تعمل زي مواسير الشرب وتبدا انك توصل المواسير ببعضها عن طريق كيعان او عن طريق وصلات حرف تي والكلام ده، لا طبعا، لان مياه الصرف الصحي طبعا بتحمل سوليدز كتيره جدا. السوليدز دي ممكن انها تسد الماسوره في اي وقت، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل الصيانه عن طريق بقى انت عارف بنجيب السلك بتاعنا او اللي هو السيخ الحديد، ويبدا عمليه التسليك عن طريق العمال بتوع الصرف الصحي. وهنا طبعا بتختلف الابعاد بتاعه المطبخ طبعا طبقا للمواسير بتاعتنا زي ما احنا هنشوف. طبعا بتختلف بقى استخداماتها تبعا للحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي. فاول حاجة عند تغير قطر الماسورة، يعني لو انا عندي مثلا ماسورة قطرها 300 داخل بعدها ماسورة مثلا 200 او 250، ففي فرق حصل، فما ينفعش ان انا اجيب مسلوبة زي ما كنت بعمل القطع اللي هي المساليب في المياه او مواسير مياه الشرب، لا ده انا لازم هنا احط مطبق فاصل ما بين القطر ده والقطر ده عشان اقدر اعمل عملية الوصل ما بين القطرين. كمان عند تغير نوع الماسورة، ما ينفعش ان انا ابقى مثلا مستخدم نوع الناحية دي مثلا فيرتيفايد كلاي والناحية دي مثلا خرسانة مسلحة او اي نوع تاني حتى غير كده، ستيل مثلا مع خرسانة مسلحة حتى، ما ينفعش ان انا اوصل ما بينهم مباشرة، ما فيش لحام ما بين ده وده، لا ده انا ببدأ ان انا احط هنا مطبق يوصل ما بين النوع ده والنوع ده. كمان بنستخدم المطبق ده عند تغير اتجاه المسار، يعني مثلا انا عندي شارع بالمنظر ده وشارع متعامد عليه او عمودي عليه، ومياه الصرف الصحي عايز اغير مسارها باتجاه 90 درجة بالمنظر ده، ما ينفعش ان انا اركب هنا كوع 90 درجة او حتى اي كوع تاني بمثلا 45 درجة زي مياه الشرب، لا ده انا هحط هنا مطبق يغير لي مسار المية باتجاه 90 درجة. طبعا عند تغير انحدار خط المواسير، يعني لو الماسورة ماشية، احنا عارفين ان المواسير بتاعت مياه الصرف الصحي او اي مواسير طبعا زي مواسير برضو مياه الشرب نركبها بميل كده زي ما احنا اتفقنا ان احنا لو الارض منبسطة كنا بنركبها برضو بميل، فهنا لازم اركبها بميل غصب عني. ليه؟ لان المية هتمشي باي جرافتي طبيعي، بس مش لازم تبقى كلها ميل واحد. يعني مثلا انا جيت هنا عملتها ميل معين وجيت هنا زودت الميل شوية، طبعا الميل ده يعني غير واقعي تماما، بس انا بغير لك عشان بس تبقى واصل لك الفكرة. الميل ممكن يبقى عامل كده مثلا، او حتى تعالى نظبطه شوية اهو،
يعني اختلف حاجة بسيطة. ما ينفعش برضو انك تركب هنا اي كوع او اي وصل ما بين الماسورة دي والماسورة دي، لا ده انت بتحط هنا مطبق، المطبق ده بيغير لك انحدار خط المواسير من الميل ده للميل ده عادي جدا. طيب عند تقابل الماسورتين او اكتر، يعني مثلا انت عندك ماسورة اهي وفي ماسورة تانية هتيجي تدخل عليها، يعني خط هيركب على خط، زي مثلا زي دي كده، مش لازم نتكلم على التغير المواسير، ممكن يكون جاي ماسورة مثلا من مبنى هنا وماسورة جاية من مبنى هنا وماسورة جاية من الشارع ده وماسورة جاية من الشارع ده، في كذا ماسورة هتركب على المطبق ده، هبدأ إن أنا ساعتها يعني المواسير دي كلها مفيش واصلة توصل ما بين المواسير غير إن أنا أركب مطبق يجمع لي ما بين المواسير دي كلها. آخر حاجة بتركب على مسافات مناسبة على طول الخط تتوقف على قطر الماسورة. يعني إيه؟ يعني كل ما القطر يبقى صغير او كل ما القطر يقل كل ما المشاكل تزيد او كل ما الانسداد يحصل او يتم بشكل اسرع من الماسورة اللي قطرها كبير طبعا. وبالتالي في جدول بيحدد المسافات دي تبعا للقطر، فالقطر مثلا اللي هو لحد 8 بوصة اللي هو 200 ملي فيما اقل طبعا 7 بوصة ل 8 بوصة، بنحط المسافات بتاعتنا او بنحط المطابق على مسافات 30 متر. طيب لو اكتر من 8 بوصة لحد 12 بوصة يعني لحد 300 ملي المسافات بتزيد بتبقى 50 متر. طيب من 12 بوصة الى 16 بوصة هنحط المطابق بتاعتنا على مسافات 60 متر، من 16 بوصة الى 36 بوصة بتوصل ل 100 متر، ومن 36 بوصة ل 48 بوصة بتبقى 150 متر. اكتر بقى من 48 بوصة او اكتر من 1200 ملي بنحط المسافات بين المطابق بتاعتنا 200 متر، دي اكبر مسافة ممكن توصل ليها. خلي بالك يعني ممكن تقل، يعني لو انا جيت مثلا حطيت مطبقين على مسافة 190 متر مش غلط، ده هو بيقولك اكبر مسافة يعني ما تزيدش عن كده، تقل عن كده تمام، انما ما تزيدش عن المسافة دي. يعني مثلا في حالة القطر 8 بوصة هوصل المسافة بين المطبق والمطبق ل 30 متر، ممكن تقل عن 30 متر، يعني ده اكتر حاجة ممكن اوصل لها، ممكن تقل عن 30 متر، حلوة اوي تقل عن 30 متر بس هتزود معايا التكلفة، فانا افضل حاجة اوصل لها ان انا اقرب قدر الامكان من المسافات دي، ويفضل ان انا اعمل حتى المسافات دي كاملة، يعني انفذ على المسافة دي بالظبط. طيب تعالى كده نشوف صورة كده ليه الكلام اللي انا لسه اتكلمته نظري دلوقتي وشخبطت فيه شوية. ادي مثلا ماسورتين قطرهم مختلف فحطيت مطبق، ده مثلا ميل اهوت اس 1 واس 2 فحطيت مطبق، ده مثلا تغير مسار، يعني المية مثلا ممكن تكون ماشية من هنا رايحة هنا فما ينفعش ان انا اركب كوع ولا حاجة، لا ده انا حطيت مطبق. دي مثلا تقابل كذا ماسورة، ادي ماسورة وماسورة اهي اتنين وادي التالتة جاية اهي كمان، فاضطريت ان انا اركب مطبق يجمع التلات مواسير. دي مثلا على مسافات ايه؟ على مسافات معينة اهوت لازم احط المطبق بتاعي طبقا لليه؟ طبقا للقطر بتاعي، وزي ما اتفقنا ان احنا القطر بتاعنا كل ما يقل كل ما المسافة دي تقل عشان مشاكل والانسداد بيتم بشكل ايه؟ اسرع. تعالى بقى ندخل في النماذج بتاعة المطابق طبقا للكود المصري، برضو هنعرضها كده كصور في الكود المصري، وهنعرض بعد كده كمان في فيديو منفصل النماذج وكل حاجة تخص المطابق في لوحة الكاد هتبقى ظاهرة ان شاء الله لحضراتكم. دي اول حاجة، لو العمق بتاعي اقل من متر ونص، يبقى لو العمق بتاعي اقل من متر ونص تبقى غرفة زي غرفة التفتيش، اديك شايف عاملة ازاي، دائري بس دائرية طبعا، يبقى القطاع دائري او المطبق دائري، يبقى الغطاء بتاعي 60، القطر بتاع اللي هو دخول بالا وحد هيدخل هنا يعمل صيانة ولا حاجة، الفتحة بتاعة الدخول دي بتبقى 60، وده غطا طبعا هو زي ما انت شايف. يبقى في مسافات طبعا الكود حاططها هيت عشان خاطر مثلا المسافة بين سطح الارض واول الخرسانة المسلحة في المطبق بتاعي، بعد كده هنا السمك بتاع الحيطة بتاعة المطبق 25 سنتي، والقطر بتاع المطبخ ذات نفسه متر، وطبعا دي سلالم من الحديد الزهر اللي بينزل عليها العامل هنا لما بيدخل من الفتحة بتاعت المطبخ. تعالى هنا بقى كده للجزء ده، ايه الجزء ده؟ الجزء المايل ده، دي خرسانة ميول عشان خاطر تجمع لي المية دايما في الاتجاه اللي انا عايزه، انا مش عايز المية ولا تتجمع في الاركان هنا كده ولا تتجمع في اي مكان، انا عايزها تبقى ماشية بشكل سلس
في الاتجاه اللي انا عايزه. فانت لو بصيت على المسقط الافقي هتلاقي ان المايه جايه من هنا وجايه من هنا وجايه كمان من الماسوره دي، بعد كده خارجه من الماسوره دي، يبقى هي كلها بتجمع 3 مواسير في ماسوره واحده، وبالتالي عمل خرسانه الميول هنا كده وهنا وهنا وهنا، 4 أجزاء في الأربعة دول، لأن هما كام؟ 4 مواسير، فكونوا لي 4 أجزاء نتيجة وجود قنوات نصف دائرية. يعني إيه قناة نصف دائرية؟ دي بنجيب نص ماسورة زي ما أنت شايف كده، ونحط النص ماسورة دي أو نعمل الشكل بتاع الخرسانة اللي هو في الأرضية على شكل نصف ماسورة، عشان كده بنسميها نصف دائرية، نصف دائرة يعني، بحيث إن إحنا نسمح دايما ونتحكم دايما في الاتجاه بتاع المية بتاعتنا ان هو يمشي فيها في الاتجاه اللي احنا عايزينه بالمنظر ده. فهو بيسهل من عملية سريان المياه بتاعة الصرف الصحي في الاتجاه اللي انا عايزه اللي هو ده. تعالى مثلا نبص برضو على الماسورة ذات نفسها، في قطعة كده بنسميها قطعة اتصال قصيرة تعمل كوصلة مرنة، واحنا اتفقنا يعني ايه وصلة مرنة. خلاص، الوصلة المرنة دي اللي احنا بنستخدمها علشان خاطر الديفرنشال سيتلمنت، كمان ليها غرض تاني. لو بصيت هنا كده احنا دايما اتفقنا ان احنا عايزين مياه الصرف الصحي تمشي في اتجاه الراس، يعني انا عايز الوصلة ما بين الراس والديل دايما المياه ماشية كده عشان خاطر اللحام اللي هنا واللحام اللي هنا ما يجراش له حاجة، مش عايز يحصل العكس، مش عايز يبقى الديل الراس هي اللي في الاخر والديل، عشان ده هي اسمها راس وديل، يعني الراس هو اللي في الاول والديل في الاخر، ما ينفعش اركبها العكس. ليه؟ عشان اللحام ده كده المايه بتاعه الصرف الصحي ما بوظوش يعني، وتخرج بعد كده من تلاقي منفذ ليها بسهوله تخرج من المواسير دي. لا، انا عايز يحصل ده تماما، وبالتالي لو ركبت القطعه اللي هي الاتصال المرنه دي، تعالى كده نمسح الشخبطه دي عشان تبان اكتر. اهو لما انا ركبت القطعه دي كده، كان هنا لو انت لاحظت كان الراس في النهايه، بص الراس هنا كده في النهايه، لان عايز اعدلها، ما انا مش هفضل اركب المواسير. لو انا ركبت ماسوره كامله هنا، اركب هنا ديل بعد كده راس، وهفضل ماشي زي ما انا مركب هنا كده. لا، ده انا هخليها، اخلي القطعه دي كده اهيت، القطعه دي تحول لي من الراس ده، تخليها راس هنا كده، ببدا تاني من البداية. طبعا ممكن هنا استغنى عن دي كده، ممكن تكون خطأ شوية. لا، ده انا ممكن اركب ماسورة زي دي كده على طول، من بحيث ان انا ممكن اركب حتى قطعة الاتصال المرنة تبقى عاملة زي دي كده. لو لاحظت هنا دي لهوت، فانا ركبت هنا قطعة الاتصال المرنة دي او قطعة الاتصال القصيرة دي، اولها راس واخرها ديل عشان تمشي مع الجزء ده كمان. يا رب تكون مفهومة، انا اعتقد ان انا طولت فيها شوية، ولكن انا عايز بس اكد عليها عشان هي مهمة جدا. طبعا نفس الكلام بالظبط، مش هنعيد بقى اللي هي الكلام بتاع خرسانة الميول والقنوات النصف الدائرية والكلام ده، ولا القطعة الاتصال اللي القصيرة اللي هي تعمل كوصلة مرنة، ولا الحديد الزار، ولا الكلام ده كله. ايه الفرق ما بين المطبق ده والمطبق ده من وجهة نظرك؟ اول حاجة هتقولي ده في ميل هنا، يعني هنا المطبق متنفذ كامل هوت، انما هنا لا، ده هو متنفذ على قطرين. لو لاحظت هتلاقي القطر ده 1.20 متر، وهنا القطر على قد الفتحة بالظبط 60، وفي ميل كده. طيب لو جينا بصينا للعمق، هنا هنلاقي من 1.5 متر ل2.5 متر، والاقطار اقل من 500 ملي، بيتعمل المطبق دائري بالمنظر اللي انت شايفه ده كده. طيب ليه عملت الميل ده ما عملتوش كامل؟ هقول لك لاسباب كتيرة. اول حاجة ملهاش لازمة، يعني ليه هعمل انا الجزء الخرسانة ده لحد فوق هنا كده؟ ملوش اي لازمة، هو العامل لما ينزل هيتضايق مثلا، وهنا دي حاجة صغيرة اقل من 1.5 متر، مش مستاهلة ان انا اعمل ميول. هعمل الميل في مسافة قد ايه؟ لا، ده هنا ده انا عندي مسافة للميل، وعندي مسافة للجزء ده، وعندي مسافة اللي هو الجزء العدل ده، جزء متغير اهوت حسب العمق بتاعي، فانا محكوم بكل مسافة. انما هنا ده هي اصلا المطبق بتاعي اقل من 1.5 متر، مش هلحق ولا اعمل ميل ولا اعمل اي حاجة. طيب الميل ده بيفيدني في ايه برضه، غير ان هو بيوفر مثلا في الجزء ده كده الاسترس؟ يعني انت دلوقتي لو انت عندك عربيات ماشية على الطريق، اكيد العربيات موجودة طبعا، فهي بتضغط على الخرسانة بتاعة المطبق. طب ايه رأيك لو انا بعدت الخرسانة عن العربية شوية، التربة هي اللي بتتحمل شوية، بعد كده تضغط على الخرسانة، وبالتالي انا كده قللت شوية من الاسترس على الخرسانة، بدل ما العربية تمشي وينزل الحمل مباشرة على الخرسانة، لا، ده انا نقلت الحمل عن طريق التربة اللي فوق، ليه؟ لفوق الجزء ده كده الى الحائط بتاعي او الى الخرسانة بتاعة
المطبخ، ولو لاحظت هتلاقي ان السمك برضو بتاع الحوض في الحالة دي 25 سنتي. تعال بقى نقلب كده في الاشكال المختلفة سريعا. نفس الحوار بالظبط، ايه اللي اختلف هنا؟ ان السمك بتاعي هنا 25، لا ده زاد بقى 30 في الجزء ده، لان طبعا زي ما انت عارف العمق هيزيد، هيبقى من 2.5 متر ل3.5 متر، ولو اكتر برضو اقل من 500، وبالتالي الاسترس هيزيد شوية على الحوض بتاعت المطبخ، وبالتالي انا محتاج سمك اكبر. لو جينا بصينا على ده هنلاقي لا ده العمق اكبر كمان، بقى 3.5 متر، وبالتالي لو لاحظت هتلاقي 25 سنتي، بعد كده بقى 30، بعد كده بقى 35 سنتي، فزاد معايا برضو السمك نتيجة ان الاسترس زاد. تعالى نخش على اللي بعد كده، لا ده ما بقاش دايري، ده بقى مربع. ليه؟ لان الاقطار بقت من 500 600، زادت، كانت الاول اقل من 500، لا ده زادت، والعمق بقى حتى 3 متر، يعني العمق متواجد في الاعماق اللي احنا شفناها قبل كده، ولكن القطر زاد، بدل ما كان اقل من 500 بقى اعلى من 500 بس لحد 600، يعني حاجة بسيطة. وبالتالي لو انت لاحظت هتلاقي المستطيل بقى مش بنعمل فيه ميل زي ما انت شايف، بنصبه مباشرة او بنركبه على حسب ما هو طبعا سابق الصب ولا هيتصب في الموقع. زي ما انت شايف برضو نفس الكلام بالظبط، حتى في ميول في الجوانب اهو، في الاركان ميول اهي، زي ما انت شايف الميول دي بتسمحش بالمية ان هي تتجمع في الجوانب دي، وتسمح لي او دايما تتحكم لي ان المية تثبت في القنوات النصف دائرية وتمشي في الاتجاه اللي انا عايزه. نفس الكلام بالظبط هنا، ولكن العمق بقى من 3 ل4.5 متر، فعملنا السمك 30، بعد كده زاد بعد 2 متر بيزيد اهو زي ما انت شايف ل35 سنتي. تعال نخش في الشكل اللي بعد كده، وادي الشكل مثلا عندي لا اكتر برضو من 500 600 نفس القطر، ولكن العمق بقى اكبر من 4.5 متر. فلو لاحظت هتلاقي ان 30 سنتي لمسافة معينة، بعد كده 35 سنتي لمسافة 1.5 متر، بعد كده 40 سنتي للمسافة المتغيرة، ونفس الكلام اللي احنا اتكلمناه قبل كده في البلان وفي الفيجن. هنا لو بصينا برضو هنلاقي ان المطبق المربع بس الاقطار 900 واكبر، يعني هنا كنا بنتكلم على اقطار. انا طبعا انا هنا يمكن انا هنا ضغطت الكلام شوية، يعني انا اختصرت. لو انت رحت الكود هتلاقي الاقطار بقى اكبر من 600 600 700 800، مش عارف ايه، انا بس عشان ما افضلش اكرر في الاشكال هو كلها زي بعضها، انا اخترت الشكل ده خصيصا لان هنا في عندي قطرين او فتحتين، فتحة بقطر 60 سنتي، وغطا تاني هوت او فتحة قطرها 76 سنتي، لان طبعا المطبق ده هيبقى كبير لان القطر عندك 900 ملي، فاكبر، فانت متخيل الرقم، فالرقم كبير طبعا، فما بيقلش هنا القطر بتاع المطبق ذات نفسه او الطول ده كده، ونسميه القطر عادي جدا او المسافة دي بتاعت المطبق، لان هو مربع كده كده، فالطول زي العرض عن 2 متر، وبنحسبه 70 زائد الفاي، فمثلا 70 سنتي دي زائد الفاي، الفاي بتاعنا مثلا لو 90 اللي هي القطر بتاع الماسورة، لو 90 لو 900 ملي اللي هي 90 سنتي، فتسعين وسبعين 160، فمش هناخده 160، ده احنا هناخد القطر بتاعي 2 متر اللي هي 200 سنتي، لان هي متقلش عن 2 متر في اي حال من الاحوال. قطر كبر معاك وزاد عن 2 متر القطر ده، او المسافة اللي هي دي كده من هنا لهنا، خلاص استخدم المسافة الاكبر من 2 متر، لان الكود محدد لي اقل مسافة تبقى 2 متر. تعال نشوف الجزء اللي بعد كده، هنلاقي المطابق الساقطة او الهدرات. حلو جدا، ايه بقى المطابق الهدرات دي بقى؟ اول حاجة بقولك قطرها الداخلي لا يقل عن 1.20 متر، زي الفل. بس بتستعمل امتى؟ انت قلت لي المطابق، ما قلتليش لا اي اسم اسمها مطابق، اسمها منهولز، بس جيت على النوع ده وقلت لي ده في حاجة اسمها مطبق هدار. ايه المطبق الهدار ده؟ بيستخدم فين؟ بيقولك بيستخدم في حالة تقابل ماسورتين احداهما على عمق صغير والاخرى على عمق كبير بمسافة لا تقل عن 1 متر. بمعنى ان انا عندي مثلا دي ماسورة، هي المية ماشية فيها، مية الصرف الصحي ماشية في الماسورة دي، وهنا ده الردم بتاعي اهوت مثلا، بيقول لك من 60 سنتي لحد 2 متر. طبعا هو الرقم 60 سنتي ده صغير جدا، ممكن لو وصل ل 60 سنتي بنحط خرسانة تحمي الماسورة، وليكن
ايا كان انا عندي الرقم بتاعي من 60 ل 2 متر، من 60 سنتي لحد 2 متر. وهنا مثلا الماسوره التانية اللي هتاخد الميه مجبر عليها ان هي العمق بتاعها من 2 متر ل 4 متر، فانا عندي بقى في جاب ما بين الماسوره دي والماسوره دي اكتر من 1 متر، يعني المسافه ما بين اهو من متر ل 2 متر ونص، الماسوره دي والماسوره دي. ما ينفعش ان انا انزل الميه من هنا كده انزلها على المطبق مباشره، هتنحر لي في الجزء الخرسانه بتاع المطبق وخلاص بالسلامه كده، المطبق ده يعني ايه اقرا عليه الفاتحه خلاص خلص. لا، انا عايز احافظ على المطبق بتاعي والارضيه بتاعته من النحر، فهعمل ايه؟ هخلي المايه تنزل على الهادي، زي على الهادي يا زبادي زي ما بيقولوا. فعايزين المايه بتاعتنا تنزل على او تنزل بقى بسرعه هاديه كده، نتكلم بجد، تنزل بسرعه هاديه كده. فهنعمل ايه؟ هننزل المايه في جزء كده تجويف خرساني اهو في ماسوره، الماسوره دي كده هنيجي نركب هنا كده تجويف خرساني بالمنظر ده، وليكن ده حرف تي اهوت زي ما انت شايف، والميه تنزل في التجويف الخرساني ده كده، فتنزل على بهدوء جدا وتنزل بسرعه منخفضه وتمشي عندي في المايه. امال هتقول لي امال انت ليه مركب الماسوره، يعني انت ليه ما جيتش في الماسوره دي يا باشمهندس، انت عاملها لها حرف تي كده في الجزء ده ومركبها للاخر لحد المطبق، ما دي ماسوره اهي، ليه ما جيتش رحت عامل كوع 90؟ هقول لك، اولا لو عايز اسلك الجزء ده هسلكه ازاي؟ هتقول لي هروح بقى من اول الجزء اللي هنا، لو في مطبق هنا راكب همشي السيخ بتاعي وافضل الوين لا، ده موال، ده انت كده هتتعب جدا. انت لو عايز تعمل صيانه للجزء ده، لو اتسد عن طريق طبه هنا كده بتقفل لك الماسوره دي، يبقى الماسوره دي بتركب لحد الاخر عادي جدا، وبتركب عليها حرف التي اهو اللي بينزل في التجويف، بينزل المايه عندي في التجويف، وهنا كده الماسورة بتبقى راكبة بقول لك، وبنقفلها بحاجة اسمها طبة. وقت ما احنا عايزين نعمل صيانة او تسليك للجزء ده كده، افتح الطبة دخل السير بتاعك اشتغل بقى في الجزء ده، هيظبط لك ايه؟ هيظبط لك الدنيا. يبقى الطبة دي فايدتها هي عمل صيانة للتجويف بتاعي، تمام كده؟ طيب، يبقى هنا كده بيقول لك وبذلك لا تصب الماسورة العليا في تجويف المطبق، ما بنركبهاش في التجويف بتاع المطبق، وتصل الماسورة السفلى عن طريق ماسورة رأسية خارج تجويف المطبق محافظة على جسمه من النحر. ده الكلام اللي انا لسه قايله لك بس كدباجة كده في الايه، في الكود المصري. ده طبعا المسقط الافقي بتاعك. لو جينا بقى دخلنا على المطابق بتاعة الهدرات، دي اشكال ليها اهوت زي ما انا لسه معرفك في اللي فات، ده كده اهوت الماسورة بتاعتنا، وده التجويف اهوت، ودي الطبة هنا هي كده، دي الطبة هنا في الجزء ده كده. وطبعا زي ما انت شايف هنا لو الأقطار أكبر من 375 ملي، وهنا لو المطابق البهدرات دي لحد قطر 325 ملي. وطبعا طبقا الحاجات دي كلها طبقا للكود المصري، ممكن تكون الصور دي قديمة شوية، ممكن يكون التنفيذ اختلف عن كده، بس أديك فهمت المبدأ بتاعك وعرفت خلاص يعني ايه مطبق هدار، وفايدة الهدار ده ايه، وبيتعمل امتى، كل حاجة عنه يعني.